أو الكسر والإسكان ليس بحاجز، ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. لعب رهم أهوجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. باب مذاهبهم في الراءات، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاس والخاف كملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاح للسبعة الملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز، ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. لعب رهم أهوجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. باب مذاهبهم في الراءات، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاس والخاف كملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاح للسبعة الملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز، ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. لعب رهم أهوجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. باب مذاهبهم في الراءات، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاس والخاف كملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاح للسبعة الملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز، ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. لعب رهم أهوجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. باب مذاهبهم في الراءات، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاس والخاف كملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاح للسبعة الملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز،
ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لعبره مئه وجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. باب مذاهبهم في الراءات. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاس والخاف كملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وفي شرار عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاح للسبعة الملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا، أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لعبره مئه وجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. باب مذاهبهم في الراءات. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاس والخاف كملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وفي شرار عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاح للسبعة الملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا، أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لعبره مئه وجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. باب مذاهبهم في الراءات. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاس والخاف كملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وفي شرار عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاح للسبعة الملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا، أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لعبره مئه وجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. باب مذاهبهم في الراءات. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاس والخاف كملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وفي شرار عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاح للسبعة الملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا، أو الكسر والإسكان ليس بحاجز
ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لعبره مئه وجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. باب مذاهبهم في الراءات. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاس والخاف كملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب السبعة الملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا، أو الكسر والإسكان ليس بحاجز. ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لعبره مئه وجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. باب مذاهبهم في الراءات. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاس والخاف كملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب السبعة الملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها.